السلام عليكم، مساء الخير. اليوم بتكلم عن رواية الولي مال أسامة مسلم، إحدى الإصدارات الجديدة. طبعا الرواية أكثر شيء جذبني لها صراحة الغلاف، الغلاف خرافي خرافي بشكل مو طبيعي. من قدام كان شكل نفس ما تشوفون قدامكم الآن، كذا فرح ومبهج ومشرق، وإذا قلبت يبين جانب مظلم وغامض وتحس إنه إيش اللي صاير يعني. فكان جدا خرافي، توقعت راح تكون قصة جدا رهيبة، وصراحة ما خيب الظن أن قصة جدا رهيبة. قصة تتكلم عن مجموعة من الأصدقاء يتشاركوا في مجموعة جروب أو دردشة، نقول نوعا ما عددهم شوي كبير، اهتماماتهم جدا مختلفة، وظائفهم جدا مختلفة، الحالة المادية حقتهم مختلفة، منهم الذكور منهم الإناث، أعمارهم مختلفة، يعني بشكل عام أغلب سوالفهم تكون عن طريق الجروب بسبب ما قلت إنهم ظروفهم ما يقدرون يعني يكون دايم مع بعض. فأحد أيام يقرر أحد أصدقائهم أن يعزمهم عنده بالبيت، وكان جدا حريص أنه لازم تجون عندي بالبيت. المهم حضر اللي يقدر يحضر، واللي ما قدر بسبب ظروفه وما كان موجود كانوا موجودين حاضرين يعني عن طريق المكالمات الصوتية. المهم قرر أنه واستغرب، قال أنت ليش عازمني، يعني إيش سبب العزيمة هذه والوليمة هذه؟ قال أنه حاب نفتح لي مشروع، وبكون أنت تكون شركاء معي، أو مثل ما تقول يعني أنت تساعدون في المشروع هذا، ممكن كلنا متشاركين بالمشروع. فأنت راح تشوف النقاش اللي يدور بينهم، هل هم موافقين، هل هم عارضين، ايش التحديات اللي تواجههم بشكل عام. طبعا هذه قصة لما نوصل الحدث الاساسي. المهم في احد مهام المشروع هذه تتعرض احدى صديقاتهم للخطر، كانت تتصل احد اشخاص او اصدقائهم المقربين وتقول لهم ايش قاعد يصير معها، وفجأة انقطع الخط. من انقطع الخط يحاولون يعثرون على موقعها. الموقع هذا مكان جدا مهجور، يعني برا المدينة ووسط مزارع، يعني مستغربين جدا، قال يعني مهام مشروعنا ما تطلع برا يعني المدينه حقتهم. يعني وصلوا البيت، البيت هذا جدا كبير ومهجور وجدا مظلم، يعني مو مبين ان في احد ساكن فيه. المهم تخلوا انه بيدورون عليها، يستغربوا. فمن يوم تخلوا يبدا يصير لهم الاحداث والغموض يبدا يبين. بشكل عام راح اوقف هنا، لان اذا تكلمت احس ان راح اخرب على اكثر. اللي عجبني اكثر شيء بالقصه انه في الشخصيات جدا مختلفه، في منهم الذكي، في منهم المتسرع، في منهم الصريح. الشيء الثاني اللي يحب البيوت تقول البيوت اللي فيها ممرات خفيه وفيها غرف خفيه وفيها نفس المال، مو تحقيق مثل ما تقول ان فيها شويه ذكاء يعني، فراح يعجب الله. في واحد يتربص فيهم، الشخص اللي يتربص هذا يعني يبون يعرفون ايش ليش يعني يتربص فيهم، ليش يبي يحاول يديهم، هل هو شخص يعرفونه ولا ما يعرفونه، هل هو شخص قريب منهم ولا لا. فهم راح تعرفون كل شيء بآخر الرواية، والنهاية حقت الرواية صراحة جدا جدا خرافية. عطاك نهاية الحدث، وآخر شيء بعدها عطاك نهاية مفتوحة كده عشان تشغل خيالك. فكانت جدا جدا رهيبة القصة وملحمية، آخر من تقريبا من الصفحة 70 وطالع، كانت جدا جدا تشوق وحلوة. وأفضل شيء فيها أنها نوعا ما بتغير عن كتابات أسامة مسلم اللي متعودين عليها، دائما يكون فيها مثلا مخلوقات خيالية وجن وسحر وكذا. هذه لا طبعا تماما، ما فيها ولا شيء من كذا. فحبيت جدا تغير شوي بالاسلوب، فكان جدا جدا رهيب صراحة. في بعض النقاط اللي ما حبيتها، النقطة الأولى أن بداية الرواية في كثير من أسماء الشخصيات، كثير بعضهم لهم اسم ولقب يعني، فبحاجة أنك تركز خصوصا بأول كم من صفحة بس عشان تستوعب وتحفظ أساميهم. وفي بعض والشيء الثاني اللي كان في بعض الأوقات اللي يعني أوقات فيها جدية، أحس أن في بعضهم مثل تقول يتناقرون كذا يتهاوشون، فكان أحس أن طيب مو وقته يعني. بس بشكل عام الرواية جدا تستاهل، أعطيها 4.5 أو حتى 5.5 صراحة. حبيت أخلصتها بجلسة واحدة من كثر ما هي خرافية صراحة. هذا ما هو شيء غريب على أسامة مسلم، جدا متحمس للرواية الجديدة اللي هي الغيهب الثانية. فهذا هو كان تقييمي، ولا تنسون تحطون لايك وسبسكرايب وتشاركون الفيديو. إذا أنتم قريتوا الرواية أعطوني آراءكم تحت.